واش مازال لي لوكو ما شاف لي لوكو هادو اسكي سون كونسيرني تعليمات الوزير الاول في اطار المحلات اللي غير مباعه باش نعطيو لهم للشباب تاعنا في اطار المقاولاتيه في اطار لا كرياسيون دو لونتربرونيا فرونساج و لا كناك لهنا لا كوميسيون لوكال اي تي انستالي با مسيو الوالي لا اي تي انستالي وباش نقول لكم باللي راهي تخدم على قدم وساق مع الهيئات كو ساسوا لونساج لا كناك ولا لونجام تابع لا سوليداريتي حنا نخدموا نحينوا الملفات نشوفوا الملفات راهي لا كوميسيون لوكال راهي تجتمع بدون انقطاع ولا كوميسيون ناسيونال في الجزائر العاصمه راهي تجتمع باش يكون التنسيق بين لا كوميسيون لوكال ولا كوميسيون ناسيونال في هذا الاطار في تجسيد تعليمات سيد الوزير الاول في هذا الاطار وباش نعطيو الامل لشعبنا وسورتو لشبابنا في اطار المقاولاتيه هما الشباب اللي عندهم ديجا ان بروجي انساج لاكناك والكل وهذا نساعدوهم كاين حاجه اكستراوردينار للشباب تاعنا المزايا هي الكبرى وين كاين تخفيضات كثيره فيها اعانه من الدوله في هذا الاطار وحاجه ثانيه اللي كانت تقلل خطر الشاب تاعنا باش يكري ومن بعد يكري عام ولا عامين وبعد يعاود يخرج والكل هنا راه مستقر وفي اطار هذه الحمله هذه يشري المحل تاعو.